وانتفاع الإجهاد وأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر على بركة الله في الشوط الثالث على مسافة 1600 متر، 18 رأس بانسحاب مهجد ودخول وطفة. شموخ العز بدوي المرزم العلها زينة تخزام عزيز وغالي مصقل العز وبشاشة شبل سيدون بنت عبار هجاس الأبطال متروك الناجي عكاد غامد حبيب سلمان ووطفة. تنافس بين جياد وأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات لتسجيل الانتصار الأول في سجلها والتقدم لصالح الجواد. عكاد في المركز، متروك في المركز الأول، التقدم لمتروك في المركز الأول، علها المركز الثاني. محاولات من أيضا بدوي للدخول في التنافس مع الجياد، أيضا محاولات شموخ العز والتقدم لمتروك للتنافس في هذا الشوط مع المشاركة الخامسة لمتروك، كان أفضلها في الحفل 33 في احتلاله المركز الخامس. المحاولات مستمرة من قبل بقية الجياد العلها وأيضا محاولات شموخ العز في المشاركة الرابعة هذا الموسم. يتقدم الآن شموخ العز للمركز الأول في 200 متر الأخيرة مع محاولات للدخول من بقية الجياد، من محاولات من هجاس الأبطال للدخول على شموخ العز الذي يتصدر الجياد. محاولات الدخول القوي من هجاس الأبطال وأخذ الصدارة للجواد هجاس الأبطال ابن مستر جيللي لأبناء إبراهيم عبد القادر الفضل.